بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كم مرة تدعو لوالديك كل يوم؟ كثير من الناس يعني لا يذكر والديه كل يوم ولا يدعو لهما. الدعاء للوالدين أو كثرة الدعاء للوالدين له ثواب عظيم جدا في الدنيا والآخرة، لدرجة إن بعض العلماء شدد قال أن الذي لا يدعو لوالديه مع كل صلاة يكون عاق. طبعا هذا فيه نظر، يعني أنا لا أؤيد هذا الرأي، لكن أؤيد الرأي الذي يقول أن الدعاء للوالدين بعد كل صلاة له ثواب عظيم. والدليل من القرآن، لدرجة أن سفيان الثوري وهو من كبار التابعين قال: إني لأرجو أن يكون الدعاء للوالدين في آخر التشهد من أعظم البر لهما، من اعظم البر لهما، او من ارجو من ارجى البر لهما. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر ابدا قط سبحانه وتعالى الاخلاص في عبادته الا وقرن البر بالوالدين او الاحسان الى الوالدين. انظر الى كتاب الله سبحانه وتعالى: واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. سوره البقره. يجي في سوره النساء: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طب العباده هي ايه؟ مش الصلاه؟ يبقى كل ما بيذكر العباده اللي هي الصلاه يروح ذاكر الاحسان للوالدين. فاستنبط العلماء استحباب الدعاء للوالدين بعد الصلاة. ليه كمان؟ لأن من السنة إن أنا بدعو لنفسي بعد الصلاة. من السنة إن أنا بدعو لنفسي بعد الصلاة. إن أفضل الدعاء أو الدعاء المستجاب مستجاب دبر كل صلاة كما قال الرسول في الحديث الصحيح. طب إزاي تدعو لنفسك ولا تدعو لوالديك؟ ده هما الأصل. هما الأصل. ازاي تتذكر نفسك ولا تتذكر والديك؟ لذلك قال بعض العلماء: الذي لا يدعو لوالديه بعد كل صلاة يكون قد عقهما. طبعا ده في نظر، لكن انا بقول لكم قد ايه دعاء الوالدين مهم، وده صواب عظيم. يجي في سورة الإسراء: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول: لو في الكلمه لو في العرب في اللغه العربيه كلمه اقل من اف تقال للضجر وللضيق لقالها رب العالمين سبحانه وتعالى نهيا عن حقوق العق او الاساءه للوالدين بهذه الكلمه. لو في كلمه اقل من اف، ما فيش كلمه تقال من حرف واحد ابدا. فكلمه اف هي اقل كلمه قالها رب العالمين سبحانه وتعالى. يجي في سوره لقمان: ووصينا الإنسان بوالد بأمه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. يعني حتى لما يكونوا كفار لازم تصاحبهم في الدنيا معروف. وهم كفار، مش بس كفار، دول بيحطوك على الكفر كمان. دول هم لو كفار وبيحضوك على الكفر وبيحاربوك عشان تكفر، برضه لازم تحسن اليهم وتصاحبهم. ودي منزله خاصه للوالدين بس. لذلك الدعاء للوالدين ثواب عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ان الرجل لترفع درجاته في الجنه بدعاء ولده له. فيقول: يا رب ان لي هذا، ان عملي لا يبلغ به هذه الدرجه وهذه المنزله، فيقول بدعاء والدك لك. بمعنى ان الانسان مثلا يبقى في الدرجه رقم 50، احنا عارفين ان الجنه 100 درجه بين كل درجه ودرجه كما بين السماء والارض. يبقى في الدرجه 50، لكن يفضل ابنه يدعي له بعد كل صلاه زي ما احنا بنقول فيصل الى الفردوس الاعلى. ربما يصل الى الفردوس الاعلى بدعاء والده له. لان الدعاء صعب، الدعاء حد ذاته صعب عظيم جدا. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ان الرجل ان اذا
ان الله ان اذا حكم بدعوه اعطاه الله سبحانه وتعالى ثلاثه خصال، اما ان يعطيه ان يعطيه ما اعطاه ما يريده في الدنيا ان كان له رزق، لو كان مكتوب في اللوح المحفوظ ان انت بتدعو الى تطلب ده رزق ربنا هيديه لك في الدنيا، لو ما كانش رزق هيدفع عنك به مصيبه على نفس عزم على قدر الدعاء اللي تدعو به، او المنقبه الثالثه او يدخر لك في الاخره، وده اعظم الخيارات، بحيث ان انت لو دخلت الجنه هتقول يا رب لما هتشوف الثواب العظيم بتاع الادعيه اللي انت دعيتها وربنا ما استجابش، يا رب بما بلغ بما بلغت هذا الثواب؟ قالوا رب العالمين هيرد عليه بالاشياء اللي انت طلبتها مني وما تتلكش في الدنيا، عوضتك عنها في الاخر. هقول يا رب يا ريتك ما كنت ما استجبت لي ولا دعاء. شوف دعاء بصوابع بايه؟ فتخيل بقى لما تدعو الوالدين بعد كل صلاه، يعني 5 مرات كل يوم. زي ما سفيان الثوري بيقول يعني في نهايه التشهد هو بيجتهد عشان ربنا سبحانه وتعالى كل ما بيتكلم على عبادته او الاخلاص في العباده بيتكلم على الاحسان للوالدين، ليه؟ لان الوالدين زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقك من عدم، الوالدين هم كمان اللي خلقوك بس مش من عدم. انت سبب يعني سبب خلقتك هم الوالدين او هم الوالدان. يبقى ازاي؟ كيف تنسى الوالدين؟ لذلك الدعاء له صواب عظيم جدا، لذلك احد الصحابه راح ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ان ابي وامي مات فهل لي من بر ابرهما بهما بعد موتهما؟ قال له نعم، الدعاء لهما والصلاه عليهما. شوف اول حاجه الدعاء لهما والصلاه عليهما و قضاء دينهما وانفاذ عهدهما وقضاء دينهما وانفاذ عهدهما واكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. أول حاجة الدعاء والصلاة عليهم، دي أول حاجة في الوقت. لذلك لما أحد الصحابة شال أمه على كتفيه وطاف بها 7 أشواط وراح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يعني أنا شلت أمي وطفت بها 7 أشواط أنا كده وفيت بديني عليها، فقال له ولا طلقة واحدة من طلقات طلقات الولادة. عارفين المرأة لما توصل لمرحلة الطلق وبتبتدي تطلق، شوف الألم الشديد اللي بتاع الطلقات دي، قال له ولا طلقة واحدة. لذلك ثواب البر، ثواب البر في الدنيا عظيم جدا. أولا زيادة الرزق والبركة في والبركة ترزق، الشيء الثاني ترزق ابناء برين يبارك لك في رزقك ويضاعف لك الثواب، لان بر الوالدين من اعظم الاعمال، وحقوق الوالدين من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله. طب ايه هي عاقبه حقوق الوالدين؟ اول حاجه محق البركه وقلة الرزق. لا يمكن تجد إنسان عاقا بوالديه إلا وتصيبه المصائب من كل جانب. لا يبارك الله سبحانه وتعالى في عمل، أي مشروع يعمله يفشل. وأنا بكلمكم الكلام ده عن تجربة. أي مشروع يعمله يفشل. حياته تبقى سيئة. ضنك. لأن زي ما قلت لكم حقوق الوالدين من اكبر الكبائر على الاطلاق بعد الشرك بالله، تعجل بها العقوبه في الدنيا. بقى حتى احد الاخوه علق مره وقال لي لا انا اعرف ناس ربنا بارك لهم في حياتهم وبتاع مع انهم عاقين ربما، لكن دول هيكونوا قله، دول هالكين، دول بقى يعني لا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهلك على الله الا هالك. ان ربنا سبحانه وتعالى يعني عندما يريد ان يرحم انسانا يعاقبه يوفي يعني يعجل له العقوبه في الدنيا حتى يخفف عنه العذاب في الاخره. فالقله دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبارك لهم متاكد انهم قله، دول تاكد انهم هالكين والعياذ بالله، انهم هالكون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. بس كان ربنا ما عاقبهمش على كل الدين في الدنيا يبقى والعياذ بالله ينتظروا سوء في الاخره. لكن في اغلب الاحوال في اغلب الاحوال العقوبه بتعجل في الدنيا بمحق البركة وقلة الرزق والعياذ بالله. العقوبة الثانية الجزاء من جنس العمل.
ترزق بأبناء عقيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كذلك عقوا آباءكم تعقوكم أبناؤكم. لذلك يعني هقول لكم بعض القصص من السلف الصالح، شوفوا قد ايه فيها موعظه. يعني واحد الناس كان يعني يفضل زوجته على ابيه، يطعم اباه في اطباق من خشب ويطعم زوجته في اطباق من خزف. فكان له ابن، الراجل ده طفل صغير، فقال له: يا ابي لما تفعل ذلك؟ تطعم جدي في اطباق من خشب وتطعم امي في اطباق من خزف. قال له: يعني يا ولدي، ان جدك رجل كبير في السن، ان جدك رجل كبير في السن. طبعا الطفل يعني بالتلقائيه وببراءه لا يعني، قال له: اذا يا ابي ادخر هذه الاطباق حتى اجعلك تاكل فيها عندما تكبر في السن. فتاب الرجل. طبعا للاسف الانسان ما بيحسش الا لما الاذى يجي لغايه عنده، كان الاذى يبقى لغيره ما بيحسش. ده دواعي من ضعف الايمان للاسف الشديد. ما دام انا ما انضرتش خلاص، لكن غيري ينضر مش مشكله. فلما الولد قال له كده تاب الى الله سبحانه وتعالى وعدل بين الزوجه والاب وابي. رجل اخر رؤيا يعني يضرب من شاب يركله بقوه في بطنه. ف التف الناس على هذا الشاب يريدون ان ينالوا منه. فقال لهم الرجل: اتركوه، فان هذا ابني، وقد فعلت ذلك بابي وانا شاب. فالولد بيضرب اباه والعياذ بالله في بقدمه، بيركله في بطنه. فالاب قال لهم: سيبوه، انا عملت كده وانا شاب في ابويا. فهو شوف زوره. فلذلك انا بقول لكل واحد بيسمعني دلوقتي، لو انت عاق بوالديك ما تخلفش احسن. اذا كنت مش ناوي تتوب يبقى مفيش داعي تخلف احسن، لانك يعني الجزاء من جنس العمل. سجل اللي انت بتعمله على شريط وستسمعه بالكلمه والحرف من اولادك. لو الاب والام بينادوا عليك ما تردش عليهم، اولادك مش هيردوا عليك. بترفع صوتك على والديك، الاولاد هيرفعوا صوتهم عليك. بتشوح لهم بايدك، هم كمان هيشوحوا لك بايديهم. بتجافي اباك وتقرب وتدني صديقك، كما قال الرسول في الاحاديث الصحيحه عن علامات الساعه، والعياذ بالله. يعني ان يجافي الرجل امه ويقرب زوجته، ويقرب صديقه ويجافي اباه. فلو انت بتفضل صديقك على ابيك او زوجتك على امك، سيفعل معك نفس الشيء بالظبط. الجزاء من جنس العمل. والقران يشهد بذلك. القران والسنه تشهد بذلك. شوفوا في لما سيدنا ابراهيم بيكلم ابيه، بيكلم اباه الكافر، فيقول له: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي لا تعبد، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. شوف بقى هنا، ده مش بيقول له يا ابي، ده بيقول له يا ابتي. انظروا الى التدليل والادب الجم في الكلام. سيدنا ابراهيم بيقول له: يا ابتي يا ابتي يا ابتي. فلما ابوه اذر الكافر قال له: ان لم تنتهي لارجمنك، يعني هاذيك وهذبك وهشتمك وهضربك كمان، وهجرني مليق. سيدنا ابراهيم قال له: سلام عليك، ساستغفر لك ربي. لغاية ما تبين له ان ربنا خاتم على قلبه فتبرأ منه بعد كده. شوف بقى، شوف القرآن. يجي سيدنا يجي في سورة تانية، في سورة الأنبياء، سيدنا إسماعيل يقول لسيدنا إبراهيم: يا أبتي. سيدنا إبراهيم يقول لسيدنا إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سيدنا إسماعيل يرد عليه يقول له: يا أبتي افعل ما تؤمر،
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نفس الكلمة تكررت. يعني سيدنا إبراهيم كان شديد الأدب مع أبيه، سيدنا إسماعيل ربنا رزق سيدنا إبراهيم بابن بار نبي صالح شديد الأدب، قالوا يا أبت افعل ما تؤمر. نفس الكلمة تكررت. فسجل اللي أنت بتعمله مع اسكت فاسكت فسجل اللي أنت بتعمله مع دلوقتي وأنت في شبابك مع أبيك وأمك، وانتظر أن تسمعه أو تراه من أولادك بالظبط. إذا كنت ترضاه من أولادك استمر على ما أنت عليه مع أبيك وأمك. لذلك أحد الشيوخ يعني كان واحد بيشتكي له، بيقول له بيشتكي له من عقوق ابنه. أول حاجة سأله قال له حالك كان إزاي مع أبيك وأمك على طول. فالراجل تلعثم كده وقال له والله كنت شقي وكنت بزعلهم وكده وبتاع. بس قال له خلاص تنتظر إيه؟ الجزاء من جنس العمل. الجزاء في كل شيء من جنس العمل. فمفيش حد يرضى يقبل على نفسه انه يعاق من اولاده، مفيش حد يقبل على نفسه انه يسب او يشتم من اولاده، او ان اولاده يشوحوا له بايديهم، او ان اولاده يناديهم ما يردوش عليه، او ان اولاده يعني يفضلوا زوجاتهم او اصحابهم عليه وهكذا، او يتبروا منه او ينفخوش عليه او يرموهم في المستشفيات زي ما بنحصل، او في دار المسنين زي ما بنشوف الان. ناهيك بقى عن الناس الاولاد يعني العاقين المجرمين الذين يسبون اهاليهم او يضربون اهاليهم. هتسب وهتضرب من ابيك من اولادك. وتذكر هذا، وستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. ف يا ريت كلنا نحاول نكسر من الدعاء للوالدين. اذا كنتش بتدعي الوالدين كل يوم، ابدا من دلوقتي اعمل ورد ثابت لوالديك بعد كل صلاه. انك بفضل الدعاء ده سترتفع الوالدين في الجنه درجات كثيره في الجنه، وانت هيكون لك صواب عظيم البر، وربما ترفع مثلهم في الجنه. بعمل يبقى اذا عمل يسير وصواب عظيم. ده دعاء الانسان العاقل، عمل بصير، عمل يسير وصواب عظيم. فانا هكتب لكم الكلام ده تحت بيض السخون شو نشهد العلم في ثواب عظيم لعلهم علما في الاجر عملي يوم القيامه. نقول ذلك من كلهم شيء تشوش تبعي جرس والشرق في القناة ليصلكم كل جديد وتساعدون على شخص سنة الله. كل قول هذا استغفر الله لي.